بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى الابد امين. كيف نثق في الله في اوقات العواصف او اوقات الضيقات؟ وطبعا الموضوع ده معرفش انتوا حطيتوه اساسا لانه مرتبط بصوم يونان والمأساة اللي يونان رمى نفسه فيها ووقع في بطن الحوت وقال العبارات الصعبة بتاعته اللي قالها وموجودة في الإصحاح الثاني من السفر بتاعه. ولا احنا حاطين الموضوع لأنه موضوع من الموضوعات اللي بتشغل الناس دلوقتي وإحساسهم بعدم الفهم للأمور اللي بيعملها ربنا بالذات في أوقات التعب، خصوصا أنه لما طلعت الحركات بتاعة الإلحاد والأمور الغريبة دي في الكام سنة اللي فاتوا كان من ضمن الطروحات اللي بيكلموا فيها عودة إلى أسباب الإلحاد الأولى خالص، وهو أنه ربنا سيبنا في المعاناة وسيبنا في الأتعاب ما بيسألش فينا في المأساة وكده. فما اعرفش بالظبط تحديدا يعني احنا اتحركنا ازاي في الموضوع، لكن الامر واضح انه بيركز على جانب ايجابي، وده شيء حلو خالص. يعني انا فرحت جدا بعنوان الموضوع لانه بيركز على شيء ايجابي، وهو انه انا من المفروض ان انا اثق في ربنا. انا عارف كده كويس قوي، حتى وان كنت يعني بتكلم، حتى ان كنت بشتكي، حتى ان كنت بتزمر في وقت من الاوقات، حتى لو كنت بعارض، لكن في الاخر يعني انا عارف ان في امر يعني افتراضي مش خيالي، اقصد يعني في امر يسموه ديفولت، يعني في حاجة افتراضية انا لازم اكون عليها، وهي ان انا اثق في ربنا. بس مشكلتي يا ابونا اللي بتدفعني للكلام وللزعل وللعتاب او احيانا للتجديف على ربنا والتذمر، هو ان انا مش عارف ازاي اثق في ربنا. فمعنى العنوان معناه ايجابي حلو خالص، معناه ان احنا جوانا ما زلنا يعني مش عايز اقول بقايا ايمان، لا، جوانا الايمان وجوانا الفهم وجوانا المعرفة، لكن ينقصنا الآلية اللي بيها يعني الثقة دي تتواجد وتنمو وتزداد وتتعمق، بحيث في الآخر نقدر نتعامل مع الأتعاب ومع الضيقات. أنا فاهم كده الموضوع صح؟ فإحنا إيه يعني نتحرك في هذا الموضوع يعني. وإن كنت أنا هاخده برضو من الأول، يعني هدوس على المشكلة وهطلع منها بنعمة ربنا وصلواتكم ازاي بالفعل نتعامل وازاي نحصل على الثقة. شوفوا احبائي، برواز كبير قوي ليعالج لنا الموضوع ده، وهو تحت عنوان ما يقوي الايمان يقوي الثقة على طول. يعني كده دي قاعدة. ليه؟ لان تعريف الايمان داخل فيه الثقة. بولس الرسول يقول لنا في عبرانيين 11 يقول كده، ايه هو الايمان؟ الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى. الايقان بامور لا ترى دي عنصر مهم في بناء الثقة. والعنصر الاولاني الثقة بما يرجى. الثقة بما يرجى. فما يقوي ايمانك في ربنا؟ كل مفاهيم الإيمان بقى، محاضرة مش عن الإيمان، لكن كل مفاهيم الإيمان اللي يقويك فيها هيقويك في الثقة، لأن الإيمان هو الثقة واليقين بحسب كلام بولس الرسول. الإيمان هو الثقة واليقين، وبين الثقة واليقين الملعب مش كبير قوي، واخدين بالكم؟ يقول لك لفلان أنت واثق قوي، يقول لك آه موقن، تحس ان ايه كلمتين ما بعدوش عن بعض،
كلمتين ما بعدوش عن بعض. واتخيل ان بولس الرسول لما بيقول الثقه بما يرجى والاقام بامور لا ترى، اتخيل ان بولس الرسول بيعملها نوع من انواع الترادف او التكرار علشان يؤكدها. عايز يقول الايمان هو الثقه بما يرجى. طب فسر يا بولس اكتر، يقول لك الايقان بامور لا ترى. ليه؟ لان ما يرجى انا لا اراه الان، لا يرى، لان ما يرجى في اتعابي او ضيقاتي او العواصف حسب العنوان بتاعكم، او العواصف هي امور في علم ربنا، امور لسه مستقبليه بالنسبه لي، امور مخفيه عن عيني وانا في محدوديه جسدي وقدراتي، فبالتالي هي امور لا ترى. لكن انا عايز يبقى عندي الايمان انه المدبر وضابط هذه الامور التي لا ترى، ها، اللي هو رجائي اساسا في الحياه، هو ده اللي واخد باله من كل حالي ومن كل اموري، كل ظروفي، كل اتعابي، ضيقاتي، مشاكلي، احتياجاتي، اي حاجه موجوده هو دريان بيها، هو دريان بيها، مش مخفيه ابدا عن عينيه ولا اي حاجه من دي خالص. فاذا انا قصاد موضوع عن الايمان بس في الجانب بتاع الثقه. اللي بقى مضروب في ايمانه تبقى طبيعي جدا يكون مضروب في الثقه في ربنا. انا بقول فيها عباره يعني بسيطه جدا واتكررت كتير على لساني وناس كتير حافظينها، نحن نثق في الناس اكثر من الله، نحن نسلم حياتنا في ايدي الناس اكثر من تسليم حياتنا في يد ربنا. دليلي على هذا، حضرتك تركب الطيار وتتعلق بين السماء والارض، تركب الطيارة وتتعلق بين السماء والارض وتبقى طالع قلقان شوية، تطلع بس المضيفة وتقول لك الطيار اللي معانا كابتن فلان فلان ساء مش عارف كام الف ساعة الطيران وعنده خبرات في كذا وشهادات من كذا وا 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 وا، وتكلمك على الطيارة والمركب بتاعتها والشركة بتاعتها والقدرة بتاعتها، وتبص شمال ويمين ترتاح للكرسي وتروح حضرتك عامل الحزام وعامل كده وايه، ممكن تنام مش كده وانت متعلق ايه بين السماء والارض، واللي بيسوق الطيارة انسان ومعرض انه يغلط مش كده، عرضه انه يخطئ، وسمعت عن حوادث طيران و و و و و و، ومع هذا انت بتنام حاطط كل ثقتك في مين؟ في الطيار. وده انسان، ده انسان بتنام في الاتوبيس والميني باص والميكروباص، واللي بيسوق انسان يتعرض لخطا شخصي واخطاء الاخرين كمان، ودي اصعب مش كده. تركب القطر، القطر ممكن يطلع على الشدادة ويعمل لي كارثة ويتعلق في الاول، انا بصيت للجرار وهو متعلق نص فوق كده، حاجة غريبة قوي. احنا بنثق في الناس لما يقودوا حياتنا، لان انا ما املكش ان انا انط من الطيارة، ما املكش ان انا انط من الطيارة، ما ينفعش. فبالتالي انا بسلم حياتي، افلا نسلم حياتنا لربنا اللي هو ضابط الكون كله، اللي ماسك الكون كله بايديه، اللي مفيش حاجة تخفى عن عينيه، اللي يعني الدهور كلها تزول من امامه، اما هو كصخر للدهور، كصخر حقيقي، كمتكل حقيقي، ما لا يخزي منتظروه، ها، منتظريه، يبقى انا عندي مشكلة فعلا في الثقة. يبقى حسنا ان انتوا كلمتونا عن الثقة. لو بتسألني كيف أثق في الله في أوقات العواصف، خليك متأكد إن الله عينه عليك، مدبر لحياتك، قائد لحياتك، ما هوش أبدا أنت مخفي من أمام عيني. لو أربط ده بيونان، يونان غلط غلطة يعني غريب. لو رحتوا للصلاة بتاعته هتلاقي تقريبا كل مفردات الصلاة بتاعت يونان متاخدة من مزامير داود النبي. داود كان قبل يونان ولا بعد يونان يا جماعة؟
قبل ولا بعد؟ بعد ولا قبل؟ قولوا كده فوتنج كده، قبل ولا بعد؟ قبل يرفع ايده. طب بعد؟ قبل ولا بعد؟ طب قولوا كده، قولوا كده، ازعجوني كده، ها، قبل ولا بعد؟ قبل. برافو. قبل ولا بعد؟ قبل طبعا. غلط. ده يونان ده تنبأ في زمان يا ربعام الثاني، وده الملك من ملوك اسرائيل رقم مش عارف 14، لكن بعد من قسمت المملكة في زمن ابن سليمان. لا طبعا داود كان قبل ايه؟ قبل يونان. انا جبت السؤال بالعكس، قلت لك يونان قبل داود ولا بعد داود؟ انا غلطتكم تشطر. يونان كان بعد داود طبعا، واخد ايمان. فتلاحظ انه كل مفردات الصلاة بتاعت يونان متاخدة من مزامير داود النبي. يقول له اعود وانظر هيكلك، في ضيقي دعوت الرب فاستجاب، حاجة كده كله بتاعت داود يعني. طب انت يا يونان وانت حافظ مزامير داود بالشكل ده، ما خدتش بالك ان داود قال في المزمور 139، ما قالش في المزمور ده الى اين اذهب من روحك ولأين أهرب من وجهك؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، إن هبطت إلى الهاوية فأنت هناك. ده يا راجل بيقول إن اتخذت لي أجنحة، ها، وأقمتها باكرا لأسكن في أواخر البحر. خد بالك من كلمة أواخر البحر دي، دخلت سفينة راحة فين؟ ها، راحة ترشيش، أواخر البحر غربا. أنت مش واخد بالك يا يونان؟ هو ده الإنسان، وده الانسان اللي مش عارف قدرات الله اللي بيسوق حياته. كيف تصورت يا يونان ان الله عينه مش عليك؟ كيف تخيلت ان تهرب منه؟ وازاي تصورتك لما هتنزل تنام فانت يعني اتدريت؟ عارفين ان عامة لما تخاف تعمل ايه في راسها؟ تحط راسها في الرمل، حتى صالة مثلا يعني تدفن راسها في الرمل وتحس بالاطمئنان. ايه رايكم؟ جهل. انت جسمك كله بره باين للناس، واللي تخاف على راسك بس، انت جسمك كله بره. انت ازاي تنام وانت عارف ان ربنا شايفك؟ ازاي تهرب منه وانت عارف انك مفيش حته في الكون ممكن الله ما يبقاش متواجد فيها وما فيهاش فيها انفاسه او وجوده؟ هنا دي مشكله يونان. اذا انا لازم ابقى عارف انه ما يحدث في حياتي من كل الظروف حلوها ومرها، اوقات الراحة واوقات التعب، العواصف، الهدوء، اللي انا ابقى واثق ان ربنا يعني دريان باللي حاصل. وهي دي احباء الثقة، ومحدش يقدر يعلمها لك غير ان انا اقول لكم الكلام ده. لكن يبقى ايه يا جماعة؟ يبقى الممارسة، ودي جزئية تانية هتكلم، ممارسة الثقة. زي ما اجي بالظبط كانوا يشرحوا لنا مثلا نظرية رياضية، فيثاغورس مثلا، المربع القائم على الوتر يساوي مجموع المربعين القائمين على الضلعين الاخرين. في المثلث ايه؟ الحد الزاوية ولا ايه؟ ايه رأيكم؟ انه مثلث القائم مش الحد، منفعش مع المنفرج. في قاعدة على فكرة للضلع برضه الكبير بتاع المنفرج يعني. اذا هنا دي نظرية انا بشرحها لك على التختة، وبعد كده ايه بشرحها لك على التختة، وبعد كده بقول لك تمرينين وخلاص. هل انا اقدر بعد ما المدرس شرح لي النظرية بتمرينين بسرعة كده اقدر اخش الامتحان واحل مسألة على نظرية فيثاغورس تيجي بقى بدماغ واحد ممتحن؟ ينفع؟ مينفعش. لكن اقدر امتى؟ اما اخد تمرين وامشي فيه. يجيبوه لنا متدرج بقى، اول اربع خمس مسائل بسيط قوي وتطبيق مباشر على النظرية، ويصعبوها لنا شوية بشوية، وفي الاخر يدولنا مسألتين عودا بتوع لامي بتاع زمان يعقدونا في حياتنا ونحس ان احنا مش عارفين نحلها. اذا هي القصة كلها كده. احنا ممكن قوي اي واحد يك يقعد هنا يحضر موضوع احسن من ده عن الثقة والايمان، بس انا عايز حد يمسك بايدي يقول لي ازاي بقى انا ابني الثقة، ازاي امارس الثقة. المعرفة معروفة او المعلومات معروفة، لكن انا عايز
أمارس الثقة. فهمك للأمور يساعدك على تبني اتجاه في مسألة الثقة. يعني دايما الفهم ده ايه؟ يساعدك على انك تمشي في القصة. زي ما انا برضو كده فهمي للنظرية يخليني اقدر احل مسائل على النظرية. هلاقي نفسي بجهد فكري شوية عشان احل، وشوية بشوية بلاقي نفسي ايه؟ بحل. لكن ما ينفعش ان انا يعني واحد اقول له من فضلك املالي دماغي بالنظرية، املالي دماغي بالثقة، املالي قلبي بالثقة، املالي، مع ان ربنا قادر ونعمته متوفرة وتقدر بالفعل تملانا ايمان وتملانا ثقة. بس نعم، عايزة مننا ايه؟ عايزة مننا واحد ينزل كده خاضع ويقول لربنا العبارات اللي قالوها نماذج الايمان والثقة في الكتاب المقدس. انزل، لان اللي واقف بينك وبين الممارسة للثقة عقلك، اللي واقف بينك وبين انك تعيش هو رؤيتك للواقع اللي انت عايش فيه. لكن مطلوب تنزل عن عقلك شوية عشان تشوف رؤية تاني خالص، تشوف الله بيتدخل في الوقت المناسب. دي بقى الرؤية اللي لازم تبقى موجودة عندك، ودي ممارسة الثقة. قولوا لي أحبائي، لما جه قائد المئة يقول للمسيح غلامي مريض محموم وتعالى، فالمسيح رايح معه، مسيح مزحوم بالناس وعمال طوبة هو ماشي يشفي ده ويشفي ده ويشفي ده ويشفي ده. وابنة تيروس برضو نفس القصة يعني. فتخيلوا لما يجوا الناس يقولوا لييروس لا تتعب المعلم ابنتك ماتت. في السكة المسيح شاف نزفة الدم وعمل كده كم حاجة هو ماشي يعني. فبدأ ييروس ايه؟ يضطرب، الرجل انزعج، بنته ماتت. فالمسيح قال له ايه؟ آمن فقط. انا جاي معك. انت دعيتني وانا جاي. سيبك بقى من اللي حصل في الطريق. انا ليا شغلي انا. فالراجل صدق وراح وبنته قامت. قائد المئة بنفس الطريقة، تخيلوا لما يقول للمسيح قل كلمة فيبرأ غلامي. قل كلمة، ما تتعبش نفسك، انت مش محتاج تيجي لان انا غير مستحق ان تدخل تحت سقف بيتي، بس من فضلك قول كلمة من بعيد انت تقدر. خلى المسيح مدح هذا الايمان وقال لم اجد في اسرائيل ايمان بهذا المقدار. بيسموها الايمان النادر، ايمان نادر، ان هو ربنا ما شافش في كل اسرائيل ايمان زيه. واحد بيقول له انت تقول كلمة وانت مكانك، ده منتهى الاحساس والثقة بقدرة المسيح وبلاهوت المسيح. قل كلمة. هل انا اقدر النهارده اقول له قل كلمة وانت في السماء وانت مكانك؟ ما تتعبش نفسك يا رب وتيجي، قل كلمة فيبرأ غلامي. المسيح مدح هذا الايمان وقال له الغلام حي. وجم قالوا له فعلا ابنك شفي ولا الغلام شفي، واسترجع كده الزمن فعرف ان الولد صح وفتح عينه واتكلم في اللحظة اللي المسيح قال فيها ابنك حي ولا غلامك حي. اذن هي انت محتاج تنزل بدماغك شوية، بعقلك شوية، تسيبك من المنظور وتسيبك من الحسابات وتشوف اله فوق الزمن وفوق الواقع، ويقدر يعمل. دي الثقة اللي تديك الإيمان وتديك الأمان وتديك السلام. المرأة الكنعانية، هدي بقى إذا كان قائد المئة أو ابن خادم الملك، إيمان نادر ففي إيمان عظيم. جات المرأة تقول له ابنتي معذبة من روح نجس، كلكم عارفين القصة، لا يمكن ان يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. هي صاحت وراءه والتلاميذ قالوا له اصرفها تصيح وراءنا، قال لهم كده.
والست بكل تأكيد وصلها رده، لانه الناس هيقولوا لها على فكرة احنا قلنا له بس هو قال كذا كذا كذا. لغاية ما جت هي عنده تقول له ابنتي، قال لها العبارة تاني، اصرار على الضغط، لا يمكن ان يؤخذ خبز البنين ويعطى للكلاب. قالت له ايه، حد عارف؟ قالت له والكلاب ايضا تأخذ ايه من الفتات المتساقط من موائد اربابها. قال لها عظيم هو ايمانك، عظيم هو ايمان. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. الست دي بقى عملت اللي احنا عايزين نعمله. يقول الكتاب عنها خرجت من التخوم، هي كنعانية، يعني ساكنة في وسط كنعانيين او في احياء فيها وثنيين، مش عايز اقول حتى قرى، احياء فيها وثنيين. فخرجت من واقع بعيد، لكن قدرت تخرج، خرجت من تلك، فرت من تلك التخوم، عارفة ان عنده حل. فانت لازم تعمل كده، تفر، تفر من واقعك اللي هو انت مركز قوي فيه في مشكلتك دي. كانت مشكلة بنتها، ابنتها معذبة من روح نجس، مجنونة في بعض الترجمات. فعملت ايه؟ سابتها وفرت، قالت اروح للراجل ده هو اللي هيقدر يعمل حاجة، ابنتي معذبة. انا عايزك تفر، تفر من رؤية مغلوطة عن ربنا، تفر من متاهة في متاهات الايمان، تفر من احكامك الشخصية او الذاتية عن ربنا. اخرج من ده كله، ما لازم تخرج من ده كله. ما تجيش النهاردة يجيبولي واحد يقول يا ابونا فلان محتاجين تقعد معاه، اصل يا ابونا بيقول عن ربنا كذا، بيقول عن ربنا كذا، بيقول عن ربنا كذا وكذا. طب انا هقعد معاه اعمل ايه؟ طب هاتهولي يا جماعة. يقولي بص يا ابونا هتكلمني عن الايمان، لا انا شايف ربنا واحد اتنين تلاتة اربعة كلهم ايه، بيدي ربنا اتنين من عشرة في كل حاجة. طب ده انا اقول له ايه؟ حبيبي مش هينفع، مش هينفع. تقدر يا ابني تخضع؟ تقدر شوية تخلي ده على جنب؟ يقولي ازاي، ما دي حسابات، ما ينفعش ربنا يمشي بهذه الحسابات، لازم انزل. فهي خرجت من تلك التخوم، خرجت مدفوعة بايه؟ مدفوعة باللوعة من مشكلتها، فقدرت تعبر عنها بصراخ. احنا احيانا كتير سامحوني، ودي حتة مهمة قوي، صدقوني صدقوني، احيانا كتيرة ما بنبقاش عارفين المشكلة، برغم ان احنا قد نخدع انفسنا ان احنا عارفين المشكلة. نصرخ لاجل امر محدد والمشكلة اصعب من اللي انا بصرخ علشانه. في مشكلة اصعب، زي بطرس لما جه اتعرض لتجربة انكار المسيح، لان ربنا جاي بيقول له بطرس ايه، بيقول له الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. طب يا رب لكني طلبت لاجلك لكي لا يفنى ايمانك. هي المشكلة فين يا رب؟ انا رب انا خايف انكرك. لك لا يا بطرس، مش ده اللي انا خايف عليك منه، انا في مشكلة اصعب، في مشكلة اصعب. فانت يا بطرس عندك مشكلة اصعب، يا بطرس انا خايف عليك، خايف من على ايمانك، فطلبت ان ايمانك لا يفنى. وطلبت المسيح استجيبت ولم يفنى ايمان بطرس. في تجربة حبيبي اصعب من اللي انت فيها. القصة مش قصة ان ربنا ما نجحكش في السكة الفلانية، ان ربنا ما عملكش كذا، ان ربنا ما وفقكش في الاتجاه الفلاني، تخطب ديت ولا تخطبي ده، مش دي الازمة. في بعد تاني ربنا شايفه مهتم بيه انت مش واخد بالك منه. فاقعد مع نفسك واعرف ازمتك فين، اعرف انت مشكلتك فين بالظبط، ومحدش هيعلمها لك.
محدش يقول لك مشكلتك هي دي الا اذا انت كنت صريح مع نفسك وصريح مع ابيك الروح ولا مرشدك. لازم تكون صريح، انا مشكلتي في كذا يا ابونا. ويا ما بنقعد صدقوني، يا ما بنقعد وبنلاقي فعلا المشكله هي دي، بيكتشفوها الناس. فهي خرجت تقول له ابنتي مجنونه معذبه، ما هي دي ايه دي تعبير عن حالي، انا بصرخ عشان ابنتي مجنونه معذبه بس. لا قالت له انقذني ولا اشفيها ولا حاجه، ابنتي مجنونه معذبه. فانت تقف قصاد ربنا قول له ايه مشكلتك، قول له ايه مشكلتك، وكلك ثقه. يبقى دي نمره واحد. طب دي هتفيد في ايه يا ابونا؟ دي هتفيد في ايه؟ هتفيد في احساسك بترتيب اولويات الصراخ او الطلب قصاد ربنا. ترتيب الاولويات ده موضوع مهم قوي. انت عايز ايه من ربنا؟ انت عايز ايه من ربنا؟ احنا احيانا سامحوني بنصغر ربنا جدا لما بنتصور ان كل اللي بيننا وبينه التفاهات اللي عندنا دي. في حاجات اخطر واصعب تخص خلاص نفسك وتخص ابديتك وتخص الهلاك، لازم تاخد بالك منها. زي ما ربنا اهتم بايمان بطرس هو واخواته عن ان بطرس هينكر المسيح. انك تنكر المسيح ده يا بطرس موضوع انا قلت لك عليه يا ابني، وهتعمله هتعمله لان انا عارف ضعفك. بس مش دي المشكله عندي يا بطرس، المشكله انك انت يا بطرس بعد التجربه ينهار ايمانك، او في وسط التجربه تيأس ويضيع رجاءك يا بطرس. انا صليت يا بطرس عشان انت لا يفنى ايمانك، وبالفعل خرج بطرس وبكى بكاء مرا، ودي كانت توبة قصاد ربنا، وعرفنا بعد كده بقية القصة. اذا انا محتاج اقف قصاد ربنا اعرض على ربنا مشكلتي الحقيقية. ده يحتاج مني اقعد مع نفسي شوية وفي روح الصلاة وفي ضوء الوصية. يا رب انا اكشف لي، يا رب اكشف لي انا مشكلتي فين يا رب. هتكتشف، هتكتشف حاجات ممكن تبقى جديدة عليك جدا. ما تستكترش على نفسك وما تستعظمش يعني انك انت تقع في دي، لا، اجدع من فينا يقع في خطايا المبتدئين. ما بطرس عمل جدع في وسط التلاميذ وقال له لو شك فيك الجميع انا لا انكرك، قال له لو اموت عنك اعملها. متشجع قاعد في وسط التلاميذ والدنيا حلوة قوي والمعلم موجود والتلاميذ موجودين وهو واخد راحته قوي في الكلام. هي كلام ولا ايه؟ طب بعد شوية بطرس الجدع ده الشجاع ده المضحي عشان السيد ده قاعد في واقع اخر داخل دار الولاية، عبيد رئيس الكهنة بردان بيتدفى، جارية قاعدة شمال وجارية يمين وحركة كلها رعب، والمعلم عمال يهان ويتأوه والدنيا ليل وبرد. انكر، الواقع يختلف، انكر. فما فيش حد فينا جدع، ما فيش حد فينا شاطر من ذاته. فلما نفسك تنكشف قصادك ما تستغربش، ما تفزعش، دي الحقيقة. ساعتها اترمي قصاد ربنا. عارف خادم الملك ده ولا قائد المئة ده قال ايه لربنا؟ قال له اؤمن يا رب بس اعن ايه؟ عدم ايماني. ما قالوش اعن قلة ايماني، لا، قال له اؤمن اعن عدم ايماني. انا عارف ان انا ضعيف قوي يا رب، عارف ان انا مهزوز قوي، انا مصدقك دلوقتي بس عشان انت، انا شايفك وانت بتقول لي. بس انا معرفش لو كنت بعتلي مع اصدقائك او مع حد من التلاميذ كنت هصدق ولا لا. فانا بقول لك اؤمن يا رب ولكن اعن ايه؟ عدم ايماني. قول له انا اؤمن يا رب بس الواقع احيانا يشدني، احيانا يزعجني، صوت الموج يا رب عالي، واحيانا بحس ان انا لوحدي، بس انا مصدق اؤمن يا رب اعن عدم ايماني. طب يا ابونا انت بتتكلم في خيال،
ما ياما طلبنا من ربنا، ما ياما احتجناه في كيت وكيت وكيت وكيت. يقول لك حاسب اعملها جدول او رتبها اولويات. كيت وكيت وكيت دي عبارة عن ايه؟ لو جيت تفكر فيها حضرتك هتلاقي نمرة، اخر نمرة فيها خلاص نفسك والابدية و و و. هل ده صح تكون دي نمرة اخر نمرة ولا تكون اول نمرة؟ لازم تكون اول نمرة. كلكم هتقولوا على فكرة لازم تكون اول نمرة، دي المثالية. بس هل احنا فعلا احساسنا بالابدية واشتياقتنا للابدية واشتهاءتنا للابدية هي نمرة واحد؟ بص تلاقي نفسك بقى ايه تتراجع. لا، ده انا مخلي نمرة واحد العروسة والعريس، نمرة اتنين الشغل، نمرة تلاتة العلاقات، نمرة اربعة الفلوس والعربية، نمرة خمسة الخدمة، نمرة ستة مش عارف ايه. وفي الاخر خالص بقى ايه، نشوف بقى ربنا عايز مننا ايه عشان خلاص نفسنا. ربنا بقى بيجيلك بالعكس، بيجيلك بالعكس. ده واقع لازم تاخد بالك منه، لازم تاخد بالك منه. رتب اولوياتك، انت عايز ايه من ربنا؟ الضيقة اللي بتصرخ منها هل هي ضيقة حقيقية ولا لا؟ عشان تبقى عارف بتصرخ ازاي، ولما تصرخ شوف انت بتصرخ ليه وعايز ربنا يوديك فين. حاصر طلباتك في طلبات جسدية، الله مش خادم للجسد عشان تبقى عارف يعني. حاصر طلباتك لأفراد لأغراض عالمية، قال لك لست من هذا العالم كما اني لست من هذا العالم. طب وبعدين يا ابونا؟ طب نعمل ايه في حياتنا الزمنية؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. اما تطلب ملكوت الله وبره يروح فكر الملكوت يعمل مقاصة على كل اللي جاي بعده. واحد عايز ملكوت الله وبره، يعني عايز الخلاص، يعني هيتحقق في حياته. الآية اللي قالها بولس الرسول في رومية 8، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ حسبها كده، أنا جيت اديتك 1,000,000 جنيه، لو أنا عندي هديك يعني، اديتك 1,000,000 جنيه، تيجي تقابلني تقولي من فضلك أنا مزنوق بس في قرشين ساغ عايزهم، وتيجي وأنت مكسوف؟ ايه رأيكم في القصة كده؟ الله لم يشفق على ابنه، يا ابني ادالك ابنه وبذله لأجلنا أجمعين. ما تصغرش ربنا وتطلب منه طلبات تافهة. قول يا رب دي الحاجات اللي فوق البيعة دي هي اللي شغلاني للأسف يا رب، هي اللي شغلاني، لكن أنا عايز يا رب الملكوت، أنا عايز الأبدية. شوفوا أحبائي، هنقف قصاد ربنا بعيد تماما عن اي واقع عشناه في الارض، يعني مش هيصنفنا ربنا فوق الازواج في ناحية والزوجات في ناحية والسينجلز في ناحية تانية، مش هيصنفنا فوق ربنا كده. فاللي اتجوز زي اللي ما اتجوزش، مش هيصنفنا فوق اغنياء وفقراء، مش هيصنفنا كهنة وخدام، مش هيصنفنا رجالة وستات، مش هيصنف كده خالص ربنا خالص. هيصنفنا تصنيف تاني تبع هو، القلب ده شكله ايه والحياة دي شكلها ايه والايمان ده شكله ايه، هو دي التصنيفة بتاعت ربنا فوق. فخليك دايما الفكر ده هو اللي بيشغلك، هو اللي بيشغلك. هتلاقي مشكلتنا في الاخر في عدم الفهم، احنا مش فاهمين احنا عايزين ايه بالظبط من ربنا. عارفين بطرس ليه وقع لما مشى على المية؟ عارفين ليه ولا مش عارفين ليه؟ شك يعني الشك ازاي؟ ده مشى على المية، امين، حول عينه عن ربنا، برافو، حلو خالص. ايه كمان قلت يا مينة؟ حسابها بعقله، بص تحت فده موج وكثافة وجاذبية، حاجة صعبة خالص، هيضيع. في حاجة تاني،
يمكن بتسمعوه لأول مرة، لأن طلب بطرس إيه؟ إن كنت أنت هو مرني أن آتي إليك. حصر بطرس طلبته في إيه؟ أنت هو؟ أنا عايز دليل. فكان لازم يفشل، كان لازم يفشل، وسمح ربنا بهذا الفشل. ما تقولش ربنا يعني لو انت شاطر اعمل لي كذا، يعني لو انت رب قادر بجد حقق لي كذا. ايه هو ربنا حاوي؟ فربنا قال ما ينفعش يا بطرس، ما ينفعش. وما كانش ممكن ربنا يخلي بطرس يوصل لغاية عنده بهذه التوجهات او الاتيتيودز، يعني عشان كده سمح انه يقع، سمح انه يقع، لانك جاي يا بطرس جاي بطلبة مش هي يعني القصة. كنت تقعد مع اخواتك في السفينة وانا جاي لكم، مش كده؟ مش هو كان جاي ناحية السفينة؟ خليك زيك زيهم، خايفين ومضطربين وبتصرخوا، ما انا جاي حاجة لغاية عندك. لكن بطرس بيقول له ان كنت انت امرني ان اتي اليك. فقصة بقى قصة فيها اهداف تاني بقى خالص. فانت برضو ساعات تقول لربنا، وساعات نسمعها من الناس في المشاكل، هو لو ربنا موجود ما كان حصل كذا؟ طب يثبت لي انه موجود، طب يقول انه دريان بيا، طب يحسسني انه بيعمل، لكن ساكت خالص كده. ما ينفعش اقول كده قصاد ربنا. في واحد اسمه ايوب قال كده كتير، ربنا سأل فيه ولا حاجة خالص. وريني شطرتك، وريني شطرتك. 37 اصحاح ربنا ساكت بيتفرج على ايوب. 37 اصحاح يلا يوريني. وايوب عيني صارح مع زوجته ومع عبيد ومع اصدقائه ومع نفسه. براحتك، وصلت الحاجة يا ابني؟ لا. فربنا في الاخر اتكلم قال له انت هتعب نفسك يا حبيبي، انت ما تعرفش انا مين، انت ما تعرفش انا اقدر اعمل ايه. تقدر تعمل كده يا ايوب؟ وجاب له بقى ربنا المخلوقات كلها الضخامة، مش عايز وقتكم بس مش عايز اسرقه في كده. تقدر؟ فايوب قال له ايه في الاخر خالص؟ قال له رب انا اسف، انا اسف، بسمع الاذن سمعت عنك والان رأتك عيناي، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. عارف أرفض دي في أصلها العبري جاية إيه؟ جاية أتنكر لكلامي عنك. أرفض جاية كده، أتنكر لإيه؟ لكلامي عنك. أنا آسف يا رب، أنا آسف، أنا قلت عنك كلام كتير، البعض طلع مني في معاناتي، والبعض طلع مني نتيجة ضغوط الأصدقاء وتحريفهم للحق، لكن في الآخر أنا قلت عنك كلام معرفوش، أنا بتنكر لكلامي. وفي معناها كمان جاية إيه؟ أسترد كلامي. لو كنت تقدر تسترد كلامك، لو كنت تقدر كل كلمة قلتها على ربنا ترجعها تاني، حد بيقدر؟ محدش بيقدر. طب ما بالبداية يا ابني عيش الإيمان وعيش الثقة، وارمي حمولك على ربنا، ورتب اولوياتك، وصدق في ربنا، وصدق ربنا، وصدق الوعود وانتظر الوعود. يبقى نمرة واحد عدم الفهم. مشكلتنا كمان احبائي تعجل النتائج اللي بيضعف الثقة، انك عايز حل بسرعة، عايز حل سريع. ودي بتدخلنا في، طالما قلت تعجل فدخلت في الزمن، فدي بتدخلنا في عدم فهم او ادراك قيمة الزمن بالنسبة لربنا. لا ربنا غيرك، ربنا غيرك. مرة في شهر كياك في مديحة بنقولها كده في التوزيع، بعد 5500 رجعنا تاني للفردوس. فواحد من الشمامسة كنت بصلي قداس، يعني واحد من الشمامسة بيقول ايه؟ يا رب 5500 سنة
فرد شماس تاني عجبني قوي، فرد قال له يا ابني دول 5 ايام ونص يعني، وصلت الرسالة؟ قال يا ابني دول 5 ايام ونص. الله، قلت له برافو عليك صدقني، شوفوا الفهم. انت مش فاهم ربنا بيتعامل ازاي، انت مش فاهم الزمن قيمته ايه بالنسبة لربنا. اللي انت بتشوفه 5500 بالنسبة لربنا 5 ايام ونص، لان يوم واحد عند الله كـ1000 سنة و1000 سنة كيوم واحد. فاللي انت بتسميه بطء الله وتأخر الله، كل دي مصطلحات بتاعتك انت، لكن بالنسبة لربنا ما عندوش الحكاية دي. ربنا عنده زمن تاني خالص احنا ما نعرفوش، بس يكفي ان تعرف انه يصنع الخير، انه ولو تأنى بالنسبة لك يعني، ولو تأنى بيستجيب. يكفي ان تعرف انه صالح، وانه صنع خيرات، وانه ضابط الكون كله بايده، انه ضابط الكل، وانه الاله الحقيقي المحب للبشر اللي سعى ليك وقرب ليك وانت نايم وانت مش دريان. ايام من ميلاده البشرية كلها كانت نايمة وربنا ايه جاء الينا. فما تتعجلش النتائج، ليضعف ثقتك انك انت تتعجل للنتائج. تحط ثقتك في واحد، سامحني خدها ببساطة خالص كده، لو جه النهاردة واحد قال لي ابونا روح لفلان في المرور، اول ما هتقول له انا فلان جاي لك من طرف فلان هيخلص لك الرخصة وانت واقف. فانا رايح كل ثقة، فروحت لفلان ده قال لي حاضر، وخد مني الاوراق، وبعد كده انا شايف وانا قاعد بقى مطمن رايح جاي رايح جاي، ما عمليش اي حاجة، واتلطعت اكتر من الناس اللي رايحة من غير واسطة وفي الاخر انا ايه قضيت مصلحتي ومشيت. فكرك لما اجي اعمل رخصة المرة اللي جاي هقصد فلان ده في واسطة؟ لا طبعا، لا طبعا. ليه؟ لان خلاص انا عرفت عن ده انه ما يخدمش. هل انت عارف عن ربنا انه ما يخدمش؟ سمعت عنه انه ما بيسألش في حد؟ سمعت عنه انه وحش؟ ايده مش طايلة، ده ايده طايلة قوي، ده ماسك الكون كله في ايده حبيبي، ما تخافش. فبس انت ساعات بتتعجل النتائج، ما تتعجلش النتائج. افهم يعني ايه زمن بالنسبة لربنا. بيضعف ثقتك، عشان اطلع بالحل، بيضعف ثقتك انك انت تضع خططا لربنا للعمل. بص يا رب بقى انا بطلب منك كذا، بس من فضلك يا رب اشتغل كده. طب لما تقول له اشتغل كده سبت له انت ايه؟ ما تسيبه يخطط هو لحياتك، ما تسيبه يرتب لك هو الدنيا، ما تتكل عليه، ما ترمي على عليه كل مستقبلك وكل حياتك وبيتك وحياتك وعيالك واخواتك واهلك والدنيا كلها، ما تسيبه هو يخطط لك لحياتك. مين يخطط صح؟ انا بعقلي المحدود ومقايا كل عقول الخبراء، ولا ربنا العقل اللي عمل الكون في 6 ايام؟ 6 ايام بس، حاجة غريبة يعني. تتخيل كده ان الكون ده كله اتعمل في 6 ايام؟ هو ربنا عمله في 6 ايام لانه ربنا. فهنا ما تحطش خطط لربنا، ما تعلمش ربنا شغله. ده بولس يقول من صار له مشيرا فيعلمه. هتقولي واحد يقدر يكون بيقدم لربنا مشورة؟ اقول له خلاص يا ربنا بتاع زمان خليك انت على جنب بقى، تعالى اعبد ده معانا، لان لقيت واحد ايه اكثر حكمة منه. لكن ما فيش حد اكثر حكمة من ربنا. ما ابعد طرقه عن الفحص واحكامه عن الاستقصاء، ودي حتة نقطة اخطو فيها حالا يعني. يبقى ما تحطش لربنا خطط، ما تقولوش مقترحات. ربنا يحط حلول يا ابني، ما تخافش. تقولوش مقترحات، عايز تقول له طلباتك وماله، قول له بس يا رب انا عايز اقول حاجة يعني، ده انت لو سمحت عنايتك يعني، انا شايف يا رب، اعتبرها يا رب رغبة. لكن في الحقيقة يا رب، في الحقيقة يعني، في ميزان الذكاء انت اذكى مني بكتير، فحلها انت، بس انا شايف يعني كده. شوف بقى ايه المدخل
انا شايف. الحته دي جاله الـ الـ الابرص يصرخ، قال له عايز ايه؟ قال له ان اردت تقدر ان تطهرني. الله، شوفوا الكلمه عامله ازاي. انا عايز اطهر. الابرص ده نجس، متغطي بالنجاسه ومرفوض من الناس ومطرود خارج المحله، ده يطرد اسبوع ولما يشوفوا علامات الشفاء عليه يخلوه كمان اسبوع بره المحله، يعني فيها اسبوعين، ده لما يخف، ما بالك لو ما خفش. فده ابرص. فقال له ان اردت تقدر ان تطهرني، انا عايز اخف، عايز اطهر من نجاساتي، بس الامر في الاخر ايه؟ ان اردت. قال له اريد فاطهر. المدخل يا جماعة، المدخل عايز تقول لربنا حاجة، ما تقولهالوش من باب الاقتراحات على ربنا، لا، ربنا في غنى عن اقتراحاتك، يعني ما تقولوش من باب المشورة، ربنا مشير ذاته مش محتاج مشورة من حد، وما تفرضش على ربنا حلول، ساعات بنعمل كده، لكن قل له طلباتك كرغبة، وفي الاخر قل له يا رب اللي انت عايزه يا رب. الحته دي تخيلوا ربنا يسوع المسيح ادهلنا كنموذج حلو قوي في صلاته في البستان. صلى قال ايه المسيح؟ يا ابتاه ان امكن فلتعبر عني هذه الكأس مرتين، والسماء سكتة. ففي الثالثه وصلته الاستجابه، قال له هتشربها. قال له ان لم يمكن ان تعبر عني هذه الكأس الا ان اشربها فلتكن ايه؟ لا ارادتي بل ارادتك. اذا كان المسيح بيسلم الارادة، وعلى قد ما الجسد اقترح لانه جزع من الموت، على قد ما الجسد عبر عن رغبة ان تعبر عنه الكأس، لكن لما عرف ان هناك ارادة لشرب الكأس حتى نهايتها، قال له لتكن لا ارادتي بل ارادتك. فمن فضلك خلي طلباتك مجرد رغبات، حطها قصاد ربنا وقل له في الاخر يا رب انا واثق فيك، انت هتعمل احسن. صدقوني ده اللي بيتجوزه بيقعد مع خطيبته بيرسموا الشقة ويختلفوا بالشهور، حط دي كده ونحط دي كده ونحط دي كده، ولو تدخل الاهل الحكاية تتعقد خالص، في الاخر يستقروا ايه بالعافية على بديل، ويروحوا لمهندس ديكور، يروح ماسك الورقة والقلم، يروح مشخبط لهم كل اللي عملوه، لهم ايه رأيكم لو عملنا دي كذا ودي كذا ودي كذا. الراجل ده مهندس، يبصوا لبعض يقولوا الله، مش بيحصل يا جماعة الكلام ده؟ الله، ايه الجمال ده؟ كنت فين الاول يا عم انت؟ موجود في مهندس اعظم فوق، يخطط لحياتك ولحياتك احسن مننا، يرسمها افضل بكتير من البهتان اللي احنا عاملينه لحياتنا والتخطيط اللي احنا عاملينه لحياتنا. خليكوا واثقين فيه. سلموا له حياتكم ورب دبرها زي ما انت عايز يا رب. حاجة اخيرة عشان وقتكم، احيانا تضعف الثقة لاننا يعني يأتي الله بحلول غير متوقعة. يأتي الله بحلول ايه؟ غير متوقعة. يعني انت تبقى عايز حاجة ربنا يعمل عكسها، وفي ناس على فكرة تقول لي كده، تقول لي يا ابونا بص ربنا عمره ما جاب حاجة انا كنت حباها، جايب معايا بالعكس. خد بالك يقولوها كده، جاي معايا بالعكس، اطلب كذا يديني كذا، اطلب كذا يديني كذا، وزداني حاجة كنت عايزاها او كنت عايزها يدهاني في وقت خلاص فقدت فرحتي بيها. بعد ايه ده بيحصل؟ والناس بتقول كده فعلا، يعني انت مش واخد بالك ان هو اولا استجاب بالطلبة اللي في منفعتك، ونمرة اتنين استجاب في الوقت اللي يناسبك. يمكن لو كان ادهالك زمان كنت اتغريت
كنت فكرت انه حضرتك بذكائك انت اللي عملت كده. لا، لازم ربنا ايه يسيبك تطلع كل اللي عندك وفي الوقت المناسب هو يتدخل. يمكن سمعت القصة، قريتها في كتاب لماذا يتأخر الله يعني او يجيب حلول انت مش متوقعها، عن مجموعة اصدقاء كانوا على البحر بيسبحوا يعني، وفيهم واحد سباح ماهر، واحد منهم بيغرق جوه، خلاص غوط جوه بيغرق هيموت. ففي واحد منهم الماهر ده فضل واقف مكتف ايديه كده وباصص لصاحبه اللي هيموت ده، والاصدقاء كلهم ايه يزقوه، اجري هاته هيموت، والتاني عمال يصرخ هيموت يا ابني مش ما بتحسش يا اناني يا مش عارف ايه. هو سمر في مكانه وعينه على الايه على الغريق. فالناس خلاص انت ايه ما عندكش احساس يا اخي، لغاية ما بقى الواد اللي بيغرق ده خلاص صوته راح وابتدى يختفي. لقوا في اللحظة دي الصديق ده في افزتين تلاتة وضربتين في المية كان عنده شالوا وجابوا انقذوه على الشط وعاش. يقولوا له ايه اللي انت عملته ده يا اخي، بوظت اعصابنا يا اخي. قال لهم انتوا مش فاهمين، لو كنت رحت وهو عمال يعافر ويصارع لاجل الحياة كان هيمسك في زمارة رقبتي ويغرقني معاه، لكن انا استنيت لما ايه استنفذ كل قواه، ساعتها اشيله زي الطفل الصغير اللي نايم واقدر اجيبه. اذا كان السباح بيقدر يحسبها كده ربنا يعمل ايه؟ يسيبك بقى تدعي العقل، تدعي الحكمة، تدعي القدرة، وتحاول وتصارع والذكاء البشري يشتغل، ها، وتستشير فلان وفلان 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 واصدقائك يضيعوك، ها، وتحاول في حيل بشرية واحيانا حيل شيطانية، يدخلوا بقى الشياطين والاسحار والاعمال كل ده بيلخبط الدنيا. ربنا يقول لك خليك. لما يا ابني تحس انك انت فشلت في كل هذا انا هقدر اجيبك، بس لما تعلن هذا الضعف وتسلم لي حياتك وتعمل معي بلا مقاومة، ثقة، لازم تكون واثق في هذا الامر. اخر حاجة في دقيقة واحدة اقولها لكم عشان تبقوا عارفين، يعني على قد ما ربنا محب، على قد ما ربنا حنون، على قد ما ربنا قريب جدا مننا، على قد ما ربنا يعني يهمه قوي سعادتنا وخلاصنا، على قد اتضاعه، على قد اقترابه جدا مننا، على قد انه اتحد ببشريتنا، على قد كل هذه الامور المفرحة، لكن لتعلم يا حبيبي انه ليس على الله ان يقدم حسابا لك عن اعماله او ان يستأذنك في حاجة بيعملها. لازم تفهم دي، لو ما فهمتش دي يبقى انت برضو ثقتك في ربنا بتنضرب. ربنا ما مش مطالب انه يبرر لك هو عمل كده ليه، مش مطالب ربنا بكده، مش مطالب ربنا بكده. اذا كنا سامحوني يعني، ده احيانا في اختيارات معينة يقولك مش من حقك تسأل، وبنقبل ده، بنقبل ده من انسان مش من حقك تسأل. ده اللي بيروحوا احيانا يكشفوا على اوراق الامتحانات مرحلتين، مرحلة اولى ما نفتحش ورقة الاجابة، نراجع الايه الجدول بتاع درجات اللي على الكفر، مش كده، جدول من بره بس، ويبقى الواد يا عيني حاسس انه مظلوم، يقول له ما ينفعش افتحها هنا انا كده اراجع دي بس، عايزني بقى اخش جوه الاجابات ده ليها رسوم تاني اعملها وتعالى، ويعملها الواد يا عيني ويلاقي نفسه له حق في 7-8 درجات يدوله 2 بس وما يعرضش.
إذا كان الإنسان بيعمل كده، الإنسان الغلبان الضعيف الجاهل اللي دوله سلطة بس يعمل كده مع الناس، ما بالك بربنا الحاكم العادل كلي العظمة والقدرة اللي أحبك إلى هذه الدرجة؟ فمن فضلك ربنا ما مش واجب عليه أنه يدينا حساب عن أعماله أو مبررات لتصرفاته أو يستأذنك وهو بيعمل حاجة. ربنا حافظ عليكم. أنا فتحت معاكم الأمور بس، لكن عارف موضوع أكبر من كده بكتير، لكنها أهي يمكن تكون في إرشادات تفيدنا في مسألة الثقة. آسف للتأخير عليكم وطولت عليكم. كل سنة وانتم طيبين، ولإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، أمين.